السلام عليكم. كيفاش المقابله ديالو؟ المقابله عجيبه. نعم. يعطيونا غير هذا الماتش ديال اليوم اللي يدينا ديال 2-0 نمشيو بحالنا صافي يكفي على وجه العديان على وجه الحساد على وجه الخبثاء فهمت. كيفاش جاك الماتش ديالو اليوم؟ عجيب عجيب الماتش. كنعاودوا التكرار ان شاء الله الاسبوع الاخر ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله بحول الله. و برافو الاسود برافو الاسود. الا قلنا الاسود قلناها بكل معنى الكلمه. نعم. بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كيفاش جاك المقابله ديال اليوم مقارنه بالمقابله ديال كرواتيا؟ لا لا ديال كرواتيا. نعم. الاخرى لا هذه احسن بكثير. نعم. بألف درجه. كرواتيا خرجت لعبت معنا كره قدم سجلوا لي. شوف احنا الماتش ديال اليوم. نعم. غير مني طحنا الشياطين الحمر كما يسمونهم. نعم. شياطين الشياطين الحمر. راه منتخب خطير هذاك في اوروبا كيخافوا منه كاع سميتو المنتخبات الاوروبيه الكبرى. ولكن اليوم 2-0 راه برافو عليهم برافو عليهم. ولا سيما البيت الثاني. انا البيت الثاني بورجني كاني كبيت عليا سطل ديال الماء بارد في شهر 8 فهمتني. ها دابا كنحسب راسي رصاص راح في الدقيقه 90 في الدقيقه 90 في لونجل 90 فهمت المعادله كيف دايره. الحمد لله الحمد لله. احنا كنشوفوا الشعب اليوم ان شاء الله بحول الله. شوف المواطنين المواطنه حق المواطنه فين واصله بالانسان فهمتني ولا. كل شيء ناشط كل شيء فرحان كل شيء سامح في اي حاجه اخرى ما عنده ما يدير بها الا هذه اللحظه التاريخيه اللي غتبقى مسجله ومدونه في التاريخ ديال المملكه المغربيه الشريفه ان شاء الله. ومن هنا قدام مازال ان شاء الله انتصارات 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 في حق العديان. انا قلت لك في حق العديان اقسم بالله العلي العظيم احسن مقابله اللي غتبقى في التاريخ. الشياطين الحمر عرفت من معنى الشياطين الحمر تبيتوا مناكدين في هذه الليله هذه تبيتوا ناكدين ما غتنعسوش اليوم ما ينعسوش الله ما يشوفوا النعاس. وعاش الشعب المغربي وعاش ليكيب ناسيونال كانوا اسود الاسود عاش الاسود. مازال ان شاء الله مازال ان شاء الله غنشوفوا حوايج اخرى غنشوفوا مفاجات اخرى وغنفرحوا الشعب المغربي كامل كبيرا وصغيرا. كاس العالم اللي داز كيفاش بان لك الاجواء؟ لا لا كاين اجواء اخرى اختيار. برافو مسير الكراكي برافو. دار تشكيله ما نقدرش نقول لك عليها كيفاش دايره. كنتمناو كنتمناو ان شاء الله مستقبلا عاود يكون امتياز اخر. كلمة أخرى كيفاش جاك الوالدة داك الكراكي توظيف اللاعبين وظف اللاعبين؟ شاكا جا بوست كل واحد عطى البوست ديالو. شفنا في الميقة الثانية شفنا في الميقة الثانية فرق على فيسال الناش كنشوفوا رجع الله باش يا سير هذيك هي خطة جهنمية اللي خصها تكون خصك اللي دير نير اللاعبين اللي دخلهم في الوقت ديالهم في الوقت ديالهم وفي الوقت المناسب وكل واحد مناسب في الوقت المناسب ديالو في المكان المناسب فهمتني. دابا هو اللي دير نير مينيت انه جر شويه اللور باش يزير باش يزير علينا اللور شويه مزيانه. هذه هذه هي الخطه اللي خاصها دير نورمالمون. حنا كنا قانعين بواحد سيتو واحد مي ملي جاني دوزيام بيت في 90 دقيقه الاخرى برافو برافو. وشكرا خويا شكرا على القناه ديالكم خويا فرحانين بهذا الفوز اخويا. وكنشكر اخويا والد الكراكي بزاف بزاف. والماتش الجاي اخويا بغينا لك امرابط اخويا ما يلعبش الماتش الجاي اخويا. ولكن ما امرابط قدم مقابله خويا قدم مقابله قيشالي واخا هكاك اخويا باقي بغيتي تقول بغيتي تقول لا امرابط اخويا امرابط النصير اخويا احسن من الحمد لله الحمد لله اخويا ناقص ميش النصير مازال كيخربق الديفونس اخويا ديال الخصم. وخويا وفرحانين اخويا بهذا الفوز هذا. شكون الحل ديالك في وسط الميدان؟ الحل ديالي اخويا كان امين حارش من اللي تصاب امين حارش اخويا ما بقاش واحد اخويا كنت دا المد كنت دا المدن المدن اخويا ولا دا الفقيه ديال البركان احسن اخويا من هذاك امرابط قسما بالله. ورحيمي ورحيمي هذاك راه بلا ما ندوي عليه اخويا رحيمي وزنيشي بلا ما ندوي عليهم اخويا هذاك